بسم الله شوفوا لي على هالمنظر يا غوالي في احلى من هيك تعي يا غالي تعي وين الله يبارك له شغلوا لي الله يبارك له بتعليقات يا غوالي بتغوص لتحت بتغوص وبتطلع بالمدفون لازم بالليمة تبعك تاخذ الشيش والفطر والجبنه والبشاميل وكل الحباشات وتمط معك يا غالي وتمط وتمط لا, لا 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 لك شو الاحراج هذا لك ليش هيك لا هيك بنوصل للسقف ها لا, لا تحرجيني معك بدك تنزلي لتحت معيتك ها نزلت، هلا شو بتساوي يا غالي بس تنزل تعمل واحد اثنين ثلاثة مرحبا كيفكم يا غالي؟ إن شاء الله تكونوا بخير، اليوم بدنا نظبط لكم أموركم، بدنا نعمل لكم أكلة شيش بالفخارة، شغل أبراتب، بشاميل مثل المطاعم هيك بشاميل وفطر وجبنة، شغلة فوقانية، بس كمان هذا الفيديو كتير 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 مهم، ليش؟ يعني انه الشغله اللي طلبتوها كتير انه يا شيف اشترينا فخاره، شلون بدنا نشتغل فيها؟ شو الخطوات اللي لازم نعملها قبل ما نشتغل فيها؟ يا شيف انكسرت الفخاره تبعي، يا شيف الفخاره شربت الصوص، اليوم رح اورجيكم بالتفصيل شو الخطوات اللي حنعملها قبل ما نستخدم الفخاره، وبعدها حنساوي الشيشات تبعنا ونظبطها. كمان اليوم في مسابقه وحزوره ما تنسوا يعني، واليوم عندنا 50 جائزه يا غوالي، مين قدم لنا اياهم شركه نيو بارك؟ هذاك الفيديو قدموا 50 جائزه 50 سله غذائيه، وهذا الفيديو كمان قدموا 50 سله غذائيه شغل ابراج كل سله بقيمه 35 الف ليره سوري وفيها اشكال الوان يا ريان شي جبنه شي لبنه شي ما بعرف شو مهم يعني من منتجاتهم ومنتجاتهم معروفه شغل ابراج فهذا الفيديو برعايه شركه نيو بارك هلا خلينا نبلش مع بعض لاني انا ما عاد فيني هلا اول خطوه بنعملها نفتح هذا النايلون شايفين هاي الخطوه كثير مهمه انكم تفتحوا هذا النايلون هيك وتشيلوا غطا هون على فكره بيكتبوا لكم اساسا التعليمات بس ممكن انتم تشتروا فخاره من عند تبع الفخار فعم بيكون مكتوب عليها تعليمات لما تكون الفخاره مطليه من جوا بصير الخطوات اسهل واقل لما ما تكون مطليه هلا بعلمكم كيف يعني حاعمل لكم اياها كانه ما لها مطليه هلا بعد ما مسحنا هون كثير منيح بنجيب من زيت اي نوع زيت. زيت زيت زيتون زيت نباتي زيت سيارات لا مو زيت سيارات اي نوع زيت عندكم متوفر بس مو زيت مقلي يعني ما تكون الزيت يكون نظيف بنحط تقريبا بهي الفخاره هدول حجمهم صغير لهيك جايب تنتين انا بنحط تقريبا 40 ميلي ب 40 ميلي بعد ما نحط الزيت فيهم بنسكر عليهم وبناخذهم لوين يا غوالي على الفرن عندي الفرن شغال على حراره 180 بحطهم بالفرن على حسب حجمهم يعني هدول حجمهم صغير يعني شغله 20 دقيقه نص ساعه بكفي اما لما تكون فخاره كبيره وسميكه لازم تخلوها وقت طويل بالفرن يعني اقل شيء ساعه شو بدنا نساوي بدنا ندفيهم يعني بس بدي الزيت جوا يتفكك ويدفى وبورجيكم بعدها المرحله اللي بعدها شو بدنا نساوي هلا هون اجينا للنقطة اللي مهمة، بعد ما نطلعه من الفرن هذا الزيت اللي جوا بنصير ناخده هيك وندهن الفخارة فيه، الفخارة اللي عندي مطلية، أنا عم بعمل لكم كأنه الفخارة ما لها مطلية، الفخارة اللي ما مطلية بنساوي مثل ما عم ساوي، ما إذا مطلية ما في داعي ندهنها من جوا، بنساوي نفس الطريقة بس بندهنها من برا وبندهن الغطا تبعها وبس، حتى من تحت حتى السفل تبعها شايفين وطلع شو بنساوي بنسكر عليهم هلا هن لساتهم سخنين وبنتركهم لحتى يبردوا تماما يعني. ولا يا غوالي الفخارات تبعنا شربوا الزيتات كلهم هون شو بيعني بيعني انه الفخاره شدت على حالها بس تشد على حالها خلص اموركم بالسليم ما عاد تشرب شيء هلا ما بتنغسل هي بالسائل يعني ما بتحط لها سائل وبتجليها وبتحطها بالجلايه، لا هلا بدنا نغسلها بمي دافيه وبس ولا بنتركها هل... لحتى تنشف وبعدين بنشتغل فيها، الحركه هي كلها اللي عملناها مره واحده بتنعمل وبس، وهلا خلينا نجيب الشيشات تبعنا من البراد. مرحبا كيفكم يا غوالي؟ شو اخباركم؟ هدول الشيشات بتلاقوا رابط الوصفه تبعهم تحت بصندوق الوصف، شغله براتب انا مجهزهم من قبل. هاي تتبيله الشيشه يا غوالي اللي ما شافها راح نص عمره. اطيب شيش ممكن تجربه بحياتك على فكره الفيديو يمكن وصل لمليون مشاهده بوقت جدا قصير الشيشات انا متبلهم صار تقريبا خمس ساعات بالتتبيله وشو بدنا نحط معهم خضره عندي قرنين فليفله خضراء وقرنين فليفله حمراء وشي 300 جرام من الفطر الفريش وفيكم انتم تحطوا فطر ماله فريش كمان خليني افرم الفليفله لقطع كبيره يعني الشيش بالفخاره اكثر شيء بتلبق معه هي الخضره وانتم حطوا بالنهايه يلي بدكم اياه بس هو هيك صوله وهيك اطيب شيء معه الفطر بنقطعه بالنص يعني ما في داعي نقطعه قطع كثير صغيره يعني هيك قطعه وخليها كبيره ليش لانه حيكش لك يا حبيبتي انا حابب اساويهم بالفرن شو بدك فيني وفيكم انتم كمان يا غوالي تساويهم بالمقلايه عم تقلي ساويهم بالمقلايه هلا انا بالوصفه الاساسيه تبع الشيش شاكك شيخ بالشيش انا بالوصفة الاساسية شاكك الشيش بالسياخ وحاطه على الملاي اما هون عم نساوي شيش بالفخارة هذا شغلة تانية انتو فيكم تحطوهم بالفرن وتشووهم شوي بعدين نعبيهم بالفخارة ونحط لهم الصوص وكذا وفيكم كمان تقلوهم بالمقلاية كل شي على حدة وفيكم تقلوهم كلهم مع بعضهم الشيش مع الخضرة بالمقلاية الشغلة بترجع لكم يعني لسه بتروحي وبتجي بتقلي لي كفوف انت عم تشتغل لك يا بنت الحلال بعرف انه المتابعين في منهم بيكتبوا انه ليش ما لابس كفوف يا غريب بالنهاية هذا الاكل الي يعني عرفتوا كيف فبنضل انا مرتين نتناقر على هي الشغله وعلى سيره النار واللي رح شو بتذكر بتذكر برنامج كان يطلع على الاذاعه السوريه برنامج قديم زلمه هيك هو ومرته كانوا يطلعوا على الاذاعه السوريه ويتناقروا يقضوها قالوا انه ومدري شو وكانوا كنا المهم انا خطرت لي فكره هلا شو رايكم نسويها هي حزوره فكرة حلوة ما؟ ولا يا غالي حملي ضرب طريقك وروح عند ستك وجدك قول لهم بيسلم عليكم الشيف عمر قال في برنامج كان يطلع الإذاعة قديم مرة وجوزة ويضلوا يتناقروا مثل أنا ومرتي الله وكيكم منضل نتناقر على قصة المطبخ والتصوير والطبخ قل له لستك جدك شو اسمه هذا البرنامج يا ترى وإذا قالوا لك شو اسمه وانت هلا عم تشوف الفيديو هذا على يوتيوب بتلاقي تحت رابط بصندوق الوصف تبع موقع الشيف عمر بتفوت لهنيك بتحط الاجابه الصحيحه وبتحط لي اسمك الكامل يا غالي وبتزين لي اياه هيك برقم تليفونك وبتعمل له ارسال بعدين بتطلع بتلاقي رابط شركه مين شركه نيو بارك اللي هي راعي هذا الفيديو بتروح لعندهم على فيسبوك على صفحتهم بياخذك رابط على صفحتهم تبع الفيسبوك وبتحط لهم لايك يا جماعه وبتصور لي الشاشه هيك سكرين شوت وبتبعث لي اياها يا غالي لوين على صفحتي انا على الفيسبوك وتقول لي انا اشتركت وستي وجدي قالوا لي الجواب واموري صارت كلها باللوز اما اذا انت عم بتشوف الفيديو هلا على فيسبوك بتلاقي هدول الروابط تحت بالتعليقات يعني وهلا الله يرضى عليكي خلينا نكمل هالطبخه بلنا هلا بنحط الشيشات تبعنا شوفوا لي على هالمنظر شوفوا لي على التتبيله بنحطهم فوق الخضره انتم فيكم تقلوهم بالمقلاية فيكم تشوون شلون ما بدكم ساون انا حساون بالفرن هلا حتقولوا ليش ما يا شيف تحطهم دغري بالفخاره لقلكم شغله كثير مهمه هلا اذا انا عبيتهم بالفخاره وعبيتها على الشفه شو بصير الدجاج بكش الخضره بتكش بيقوموا وين بينزلوا بتصير فخاره معبايه نصها ما حلو منظرها وهلا بنحط عليهم قدر معلقه نص تبع اكل سمنه هلا بيجيني واحد بيقول لي شو بتحط سمنه يا جماعه انتم بتعرفوا انه السمنه الحيواني هي افضل من هذا الزيوت المهدرجه والزبده المهدرجه النباتيه بالعكس هي شغله طبيعيه يعني موجوده من الطبيعه <applause> يلي جرب تتبيله هي الشيش مستحيل يكون عم يشتري شيش من برا إذا عم يشتري شيش من برا بزعل منه ها بغضب عليك يعني هلا خليني فرفدهم وحطهم هيك بالفرن يا غوالي على حرارة 200-220 لحتى شو يستووا يعني بياخدو تقريبا من 20 دقيقة لنص ساعة ينشو هيك فيها مظبوط بدي يطبخهم طبعا طبخ كامل ما بدي يطبخهم بالفخارة بالفخارة بس هيك لحتى يندمج الصوص مع الترتيبات كلها اما هون خلاص نطبخهم طبخ كامل يا كريم بسم الله ها حطوهم تحت النص بشوي ولا حنعمل صوص البشاميل يا غوالي هذا صوص البشاميل انا عامله كذا مره من قبل فيكم تشوفون بس هلا رح ارجع كمان اعمل لكم اياه بس هيك بطريقه سريعه عندي لتر حليب الحليب لازم يكون دافي شو بنحط بقلب الحليب نص بصله ومشكوكه بقرنفل بكباش قرنفل اربع خمس كباش قرنفل بيعطوها نكهه خرافيه عندي ثلاث معالق زبده للتر الحليب هلا بدي احط للحليب اقل من نص معلقه ملح واقل من ربع معلقه فلفل ابيض هلا هون دابت معي الزبده شو بدي ساوي بنزل عليها الطحين بسم الله بننزل الطحين طبعا كمية الزبدة قد كمية الطحين لازم تكون وبنخلطهم بسرعة مع بعض هلا أهم شغلة بصوص البشاميل الطحين ما تبين طعمته شو بنساوي؟ بنحمصه من بنخليه يتحمص مع الزبدة لحتى تبلشوا تشموا ريحة الطحين المحمص هلا الحليب صار منيح معي وصار دافي منطفي النار تحته هلا أنا عم بحرك هون على نار هادية انتبهوا على نار هادية مشان ينجح معكم صوص البشاميل شو بنساوي بناخذ كبجايه من الحليب وحده بسم الله تنتين وبنرجع لهون بنخلط بسرعه اهم شيء الخفق بسرعه بصوص البشاميل شايفين كيف مستحيل يكتل معكم لما تنزلوا الحليب هو ودافي وتنزلوه شوي شوي مستحيل يكتل معكم خلص نزلت نص كمية الحليب هلا بنزل النص الثاني هي انجح طريقة بتشوفوها لصوص البشاميل هي الطريقة الاحترافية يعني هلا نخفق كثير بسرعه لما نضيف القسم الثاني من الحليب هلا بنتركه على نار هاديه لحتى يتكثف لحتى يسمك شايفين قديش مريء هلا وهلا بدنا نعطيه الاضافه اللي هي كثير مهمه لصوص البشاميل اللي هي جوزة الطيب رشه من جوزة الطيب او بتبش بتبرشوا شافت جوز الطيب هلا بما انه صوص البشاميل اللي عم نسويه هو للشيش بالفخاره فالاطيب انه نحط لنا كم جبنه بقلب الصوص بيطلع كثير طيب وكثيف وبيطلع مثل المطاعم وهلا بنطلع الصينيه تبعنا من الفرن بسم الله ايه الله يبارك له على هالشيشات يا ابي قرب قرب يا غالي بسم الله ما شاء الله شي بيشهي ولي والله الروائح بتشهي يا غوالي الدنيا رمضان وخليها لربكم عم نشمها الريحة وعم نتحسر وهلأ اجينا للقسم المفيد كتير 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 شلون هيك المطاعم بيركبوا الشيش بالفخارة هلأ أول طبقة بدنا نحطها طبعا هي شيش ما شاء الله المنظر يشهي بياخد العقل هلأ بعد ما حطينا أول طبقة من الجاج منفوت بالدرة يا غوالي نعطيها طبقة درة بعد الدرة بنفوت بطبقة جبنة مو كتير رشة لأنه أساسا الصوص نحنا حطينا فيه جبنة بشاميل، جبنة بشاميل حطينا فيه جبنة يعني والله الصيام دبحني، يعني المنظر ما فيني أتحمل. هلا بنيجي للصوص، شوفوا الصوص ما أحلاه، شوفوا قوامه. بسم الله، حط لنا كم جاي والله بعرف روح قلبكم اللغوصة، بتموتوا على هيك مناظر، روح قلبكم، وهلا بنرجع لشو؟ لطبقة تانية من الشيش ودي على قلبي وهلا شو بنعطيها درا هيك درا ونكشة جبنه ما بيأثر هيك رشه صغيره قولوا ما عم دللكم وعم زبط لكم اموركم بسم الله وين الله يبارك له شغلوا لي الله يبارك له بتعليقات يا غوالي لا 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 لك شو هالمنظر هاد وحتى اذا ما عندكم فخاره يعني واذا اسمها شيش بالفخاره يعني اللي ما عنده فخاره ما بيساويها ساووها بشو ما بدكم بايرك شو ما كان اعملوا هيك طبقات وبشاميل وكذا وظبطوا لي اموركم يعني وهلا اجينا لاخر مرحله على ايدكم اليمين اللي هي جبنه قد ما بدكم دللوا حالكم ها وبنعطيها كمان على الوش رشه اوريجانو لانه كثير كثير طيب معها واخر شيء بنحط لها علامه الله يبارك له وهلا مشان ما يلبكوك يا غالي بالفرن بتجيب صينيه ها وبتحطها بقلب الصواني هيك بتحمل الصينية وبترجع الصينية بتفوت الصينية بتطلع الصينية لأنه الفخار بيكون كتير سخن بس بدنا نشوي الوش ما أكتر لا في طبخ ولا في شي بشاميل مطبوخ كله مطبوخ بدنا هالجبنات يدوبوا ويتنغنغوا هيك الشيشات يلا يا كريم بسم الله شوفوا لي على هالمنظر يا غوالي في أحلى من هيك تعي يا غالي تعي أمي 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 تعي ولي على قلبي هاي شلون بتفوت فوتك يا غالي بتغوص لتحت بتغوص وبتطلع بالمدفون لازم باللقمه تبعك تاخذ الشيش والفطر والجبنه والبشاميل وكل الحباشات وتمط معك يا غالي وتمط وتمط لا, لا 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 لك شو الاحراج هاد لك ليش هيك لا هيك بنوصل للسيف ها لا, لا تحرجيني معك بدك تنزلي لتحت معيتك ها نزلت هلا شو بتساوي يا غالي بس تنزل تعمل واحد اثنين ثلاثه خالص امورك بالسليم سخنه مثل النار وهلا طلع الاذان من شوي وانا ما عاد فيني اتحمل سخنه بارده بدي اكل بسم الله هاي بدها وحده الله يبارك له اجباري ومثل العاده يا غالي اذا عجبكم الفيديو شكل سونا الامور كان معكم شيف عمر سلام صح الفخاره سخنه بس انا متحمل ما عندي مشكله